اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، اتمنى تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب. اليوم جايبة لكم طريقة صنع الكسكس الخماسي، وطريقة في الطبق اللي انا صوبته للضيافين ديالي. هو كسكس الخماسي او كسكس المخامس، هو من 5 انواع من الطحين وكلها بيو. الكسكس هذا صحراوي، هي وجبة صحراوية، تقدم مع العسل والسمن والآملو وزيت أرغان، وتقدم بالمكسرات او تقدم بالخضار باللحم والخضار، وتقدم باللحم واللوز كذلك. هو طبق رائع جدا جدا، واذا جربتوه ما غاديش تتخلوا عنه نهائيا. الطبق هذا هو او الفيديو هذا هو بالتعاون مع قناة حبيبتي واختي، تنظيم وطبخ وتدبير مع تفرحهم البنين. هو هي غادي توريكم طريقة صنع الكسكسو الخماسي، كيفاش نصاوبوه، من اي نوع من الطحين نصاوبوه، كيفاش نفوروه، كيفاش نفتلوه، وكيفاش نخزنوه، كيفاش نجفوه، كيفاش نخزنوه، وكيفاش نرجعوا نطيبوه من جديد. انا المهم في الطبق ديالي غادي نوريكم غير بحالاش انا طيبت هذا الكسكسو، ولكن مع تفرح قناة تفرح ام البنين، تنظيم طبخ وتدبير. انا غادي نحط لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، وغادي نحط لكم في النهاية على شاشة الفيديو ديالي، وتمشوا عندها القناة ديالها، تعملوا لها مشاركة في القناة، تشاركوا في القناة ديالها وتعملوا لها مشاركة وتعملوا لها اللايك ان شاء الله، وغتستافدوا من هذا الكسكسو لانه رائع جدا جدا وسهل التحضير، ونفس الوقت غادي تصنعوا شي حاجة بيديكم وغادي تستافدوا منها. المهم غادي نعطيكم انا شرح الفيديو ديالي بحالاش صنعت هذا الكسكسو، بحالاش طيبت هذا الكسكسو. الكسكسو الخماسي هو طبعا اذا صلحناه في الدار، كان حنا كنجفوه، حنا الصحراويين كنجفوه ونعدلوه في الدار وكنجففوه وكنخزنوه عندنا، وكيبقى عندنا مده طويله. انا كنخزنوه الى فات عندي فوق 3 شهور، كندخلو الكونجيلاتور او المجمد ونخزنوه في المجمد هكاك، ما يخسر ما يجرى له حتى شي حاجه. كنخرجوا نخرج الكميه اللي انا بغيت نطيبها، كنغسلها بالماء بارد، ما كنخليهاش نقع في الماء، كنغسلها مجرد مرتين، المره الاولى والمره الثانيه نصفيها مثل بحال نغسلو الرز، وكنشدو وكنديرو في القصريه او في القصعه، وكنبقى نحركو شويه، نحركو نفتحو نفتحو حتى يتفتح باش ما يتعجل لي، وكنديرو في الكسكاس يطلع. منين كيطلع هذا الكسكس الطلعه الاولى، كنحطو في نحطو في القصعه او القصريه، وكنفتحو بشويه الماء والملح. طبعا هذا الكسكسو الخماسي لانه مجفف ما راح يتعجل لكم نهائيا الا اذا كثرتوا له طبعا الماء. احنا هنا غادي نحطوا الماء غير بكميات معتدله، اللي نديروا الماء والملح، وانت من نحركوا انت من نفتحوا لين نفتح مزيان، نرجعوا الكسكاس المره الثانيه يطلع، ولا طلع المره الثانيه غادي نحطوا في القصريه، ونفتحوا بشوي زيت الزيتون ونخليه ونسقيه بالحليب، الحليب كامل الدسم. هذا في حال انا بغيت نزين الكسكسو هذا او نقدمه باللوز والمكسرات الى غير ذلك. الا كنا بغينا نقدموه بالخضار واللحم والخضار، هنا ما نستغناو على الحليب، وبامكانكم تسقوه بالحليب، ولكن انا الا بغيت نديرو بالخضار ما كنسقيه بالحليب، نسقيه بالحليب الليل عتلي نقدمه مع المكسرات والسمن والعسل وزيت أرغان وزيت املو واملو، اعتذر واملو. الكسكسو هذا في النهايه منين رشيته بالحليب او سقيته بالحليب، رجعته فار لاخر، تفور لاخر او تبخر لاخر مره، وقدمته سخون، فتحته منين عند منين حطيته من الكسكاس، فتحته بشوي السمن اللي ناكلوه مع العسل طبعا ماشي السمن الحار، وقديته في الطبسيل ديالي وزينته بالمشماش المعسل وبالزبيب المعسل وباللوز، وقدمته مع زيت أركان املو ديال اللوز، السمن البلدي والعسل الحر والحليب او اللبن، احنا كنقدموه مع الحليب او اللبن. نتمنى لكم هذا الطبق يعجبكم ان شاء الله. حبيباتي الان غادي نخليكم مع فيديو تفرح، قناة تنظيم طبخ وتدبير تفرحهم البنين، هي اللي تعطيكم طريقة صنع تفوار تجفيف تخزين الكسكسو الخماسي ب5 انواع من الطحين كلها بيو. حبيباتي وني بكم، راني نحبكم، ونتمنى لكم فرجة ممتعة مع قناة تفرحهم البنين. شكرا لكم.